ها هي لعنة المرض تضرب أفراد العائلة الملكية من جديد، لكن هذه المرة مع مرض من أبرز أسبابه التعرض لأشعة الشمس. تخيلوا في بريطانيا التي تختبئ فيها الشمس عادة خلف الغيوم، هذه المرة دوقة يورك سارة فيرغسون ووالدة حفيدات الملكة إليزابيث يوجيني وبياتريس أعلنت أنها مصابة بمرض سرطان الجلد. فيرغسون عبرت عن صدمتها من التشخيص هذا، لكنها قالت إن معنوياتها مرتفعة. ولكن تذكرنا إصابة فيرغسون هذه بإحصائية صدرت مؤخراً تقول إن حالات سرطان الجلد وصلت إلى مستوى قياسي لها في المملكة المتحدة. ولكن كيف؟ وبريطانيا البلد الذي لا تلبث أن تطل عليه الشمس إلا وتمطر وتغيم من جديد. لنستفسر أكثر من الأخصائيين. نحن عندنا استقصاءات وديتا انه اذا بتتعرضي يعني بصير عندك حرق شمسي حاد، خاصه اذا كان الجلد فاتح نمبر 1 ونمبر 2 بيرتفع سرطان. يعني اذا عندك 3 مرات بكل حياته المريض، اذا كان عنده بس 3 مرات حرق شمسي حاد، سرطان الجلد كثير بيرتفع عنده نسبه الخطوره. فبالنسبه لي انا ما كانت مفاجاه، وكمان بالنسبه للعوامل الوراثيه فسرطان الثدي بحد ذاته في ديتا وعندنا لينكس انه هو بيزيد احتمال سرطان الشعب الخبيثه او سرطان الجلدي. اذا قد تكون العطلات الصيفيه التي سطعت موضتها في الستينات هي من الاسباب، لانها حتى الان رفعت معدلات حالات سرطان الجلد بين ذوي البشره البيضاء الاكبر سنا بنسبه 195% منذ التسعينات. إحصائية صادمة، وقد تكون إصابة فيرغسون هذه ما يدق ناقوس الخطر لدى عشاق الاستلقاء تحت أشعة الشمس الحارقة.